هنا ليبيا بمعاناة شرقها وغربها وجنوبها. هنا ليبيا وعاصمتها طرابلس التي هي أسيرة الخيارات المفروضة، عاصمة الظلام هذه الأيام في مشهد متكرر مع دخول فصلي الصيف والشتاء كل عام، لتكون على موعد مع هذه الأزمة المتكررة التي لم تستطع أي من الحكومات المتعاقبة منذ سنوات حلها وإنهاء معاناة المواطن. أما جائحة كورونا، الأعداد في ازدياد، حيث وصلت إلى 600 حالة في وقت تشهد دول العالم انخفاضا للحالات. حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. وعدم التزام الحالتين، بلدية طبرق تغلق حدودها الإدارية، مركز سبها الطبي المواطن لا يلتزم بشروط الوقاية، انقطاع الكهرباء، القديم المتجدد ولا جديد، عمال شركة الخدمات العامة يضربون عن العمل. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل حلقة الليلة من هنا ليبيا. بعد أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في بن جواد، طالبت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز مستخدميها بالنظام النهاري القاطنين بمدينة بن جواد بعدم الالتحاق بمواقع العمل الفعلية حتى إشعار آخر. أما في شحات، قال مدير مستشفى شحات التعليمي لعناية الدرن والأمراض الصدرية الدكتور مساعد بدر مفتاح أن الحالات الستة المصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفى بحالة صحية ممتازة وباتوا قريبين من مرحلة الشفاء التام، موضحا بأن الحالات الستة هي من مدينة المرج وبنغازي وجدابية. إلى ذلك قالت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية مصراتة إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة بلغ 7 حالات نشطة بعد تسجيل 3 حالات جديدة. وأوضحت اللجنة أن الحالات الجديدة هي حالة لمواطن من داخل مصراتة وحالتان وافدتان من خارج البلدية، داعية جميع المواطنين داخل البلدية إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية وتطبيق الحجر الصحي، لأن الوضع يتفاقم ويتجه نحو مفترق خطير. أما في بنغازي مشاهدين، استقبل مستشفى الهوار العام في مدينة بنغازي 2 إصابة فجر اليوم، ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى 28 حالة. في تصريح خاص لقناتنا، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي إن البؤرة الوبائية التي جرى تسجيلها في أحد أحياء بنغازي هي منطقة السلماني ومنطقة الكيش، حيث تعدان من أسوأ البؤر، وذلك بسبب عدم التزامهما بالإجراءات الوقائية ولم تقما بالحجر المطلوب منهما. نتابع. للأسف الشديد البؤرتين، بؤرة السلماني وبؤرة الكيش، هم اثنين لم يتم تمش احترام الإجراءات الاحترازية، انزلوا للشارع، خلطوا الناس، عدوا المستشفيات، عدوا العيادات، عدوا الجوامع. تمينا نحن نتبعوا في المخالطين لنا أكثر من 3 أيام أو 4 أيام وإحنا ندرسوا في القصة هذه، لكن الحاجة المطمئنة الحمد لله أن جميع المخالطين اللي نحن درنا لهم التحاليل الطبية إلى هذه اللحظة ولا مخالط موجب. يعني نحن نقوله احتواء البؤرتين تم احتواء إلى حد الآن، يعني لحد الآن تم احتواء البؤرتين بما فيها بؤرة البريقة، حتى هي إلى حد الآن ما طلعتش فيها أي حالة إيجابية. نحن نكرر بس من هذا المنبر، يعني الناس اللي ما زالوا مصرين على النجوم الجنوب لأي سبب من الأسباب، عليهم احترام الإجراءات الاحترازية اللي هو وضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 2 أسبوع، هذا حفاظا عليه وعلى عائلته وحفاظا على المدينة اللي هو يسكن فيها، يعني ما يكونش هو سبب لتفشي هذا الوضع. إذا كان زاد الأمر عن الحد هذا
احنا عمليه غلق المدن اصبح شيء صعب يبدو هكي، لان في طرق ملتويه يجوا منها الناس، في ناس طبعا انت عارف قصه اللي جايين من المناطق اللي هي فيها كان فيها الحرب وكذا، مضطر انك تفتح لهم الطريق ما تسكرش عليهم. اذا كان الامر زاد عن حد هذا احنا حنغلقوا المدن اللي حيطلع فيها وابو، يعني لو عدد الحالات زاد بنغازي هتم اغلاق مدينه بنغازي بالكامل واغلاق الاحياء اللي فيها الحالات. هذا الحل اللي نقدر نديروه لهذه اللحظه طالما فيه تسرب من الحالات من المنطقه الجنوبيه الغربيه اللي فيها الوباء الان. هذا وانطلقت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية ببنغازي للقيام بعمليات مسح في المناطق التي حددت من قبل اللجنة على أنها مناطق موبوءة. الدكتور أحسن العوامي رئيس لجنة التقصي والاستجابة في بنغازي يوضح لقناتنا كيفية عمل هذه الفرق، نتابع. تم تشكيل فرق الاستجابة السريعة بمركز بنغازي الطبي، وهي فرق أو المسؤولة عن الكشف عن الحالات أو الحالات المشتبهة الآتية من دول موبوءة أو من مناطق موبوءة، كيف ما هو تو حاصل في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي الجنوب الغربي والمناطق الغربية. يتم التعامل مع الحالات المشتبهة بأخذ عينات وأخذ مساحات وحجرها في لمدة 24 ساعة وأخذ منها عينات، وفي حالة ظهور النتيجة سلبية أو إيجابية يتم التعامل بها بكل خصوصية. في حالة أن ظهور النتائج إيجابية يتم التعامل معها بنقلها من المكان المخصص أو مكان المخصص للعزل. في حال ظهور النتيجة سلبية يتم إعادة التحليل بعد 24 ساعة، لو أن ظهر التحليل سالب أو غير حامل لفيروس الكورونا يتم وضع نصائح للشخص العائد من المنطقة الموبوءة في حجر منزلي أو مكان المخصص للحجر. الوضع المحلي حاليا وصلنا اليوم الأربعاء ل 12 حالة موزعة على المناطق الشرقية ومنطقة بنغازي، وأخيرا الحالة اللي كانت في منطقة بريغا الآتية من منطقة سبها. الآلية اللي ننظموا فيها توا كفرق رصد وتقصي وبائي أو استجابة سريعة، يتم تتبع الحالات المصابة والحالات المخالطة للحالة المصابة من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة في فرق مختصة وذات مهنية عالية في التعامل مع الحالات. يتم تتبعها في المنزل، يتم تتبعها في المناطق التي زارتها، في الأماكن التجارية، وكل هذا معتمد على إجراءات الرصد والتقصي الوبائي. أعلنت بلدية طبرق إغلاق حدودها الإدارية بشكل رسمي كنوع من حظر التنقل بين المدن في إجراء احترازي من وباء كورونا. مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية صلاح معيوف تحدث لمراسلنا في طبرق حول هذا القرار، نتابع. صلاح فؤاد معيوف مدير إدارة إعلام والعلاقات العامة في بلدية طبرق، صدر أمس قرار وكتاب من رئيس المجلس السيسي السيد فرج بخطلبية بإغلاق حدود بلدية طبرق غربا من عين الغزالة وجنوبا بوابة بطرونة. هذا الإجراء جاء بعد كتاب من رئيس اللجنة الاستشارية الدكتور فرج جالي الذي خاطب خطاب عاجل إلى مدير الأمن وإلى عميد بلدية طبرق بإغلاق الحدود نظرا لتفشي وباء كورونا في بعض المدن القريبة. هذا إجراء احترازي وخطوة احترازية. الإقفال بدأ اليوم الجمعة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، سيكون ساريا المفعول، تتولى القوات المسلحة وأيضا رجال الأمن بإغلاق هذه الحدود ومنع دخول أي مواطن من خارج البلدية. إجراء احترازي، يعني نحن مدينة طبرق لم تسجل فيها أي حالة كورونا، ولكن هذا إجراء احترازي من البلدية ومن لجنة كورونا في مدينة طبرق. ماذا عن الناس اللي يعني حكم عملها مضطرة أن هي تسافر؟ هو طبعا كان قرار مفاجئ، وكان في ناس اصلا حتى مدينه طبرق حاليا خارج البلديه، ولكن ان شاء الله حينظر في امرهم وربما سيتم دخولهم، ولكن هذا القرار يعتبر ساري المفعول ان شاء الله من صباح اليوم الجمعه. نعم، ماذا عن اشاعات تطبيق حظر بشكل كامل داخل المدينه؟ هو طبعا الاطباء وخاصه اللجنه الاستشاريه لديهم نظره تختلف عن نظره المواطن، لديهم نظره طبيه مهمه جدا، وربما يروا شيء في الافق. اللجنة الاستشارية هي التي دعت
السيد فرج الدكتور فرج بخطبية بمراسلة ومخاطبة الأمن وبلدية طبرق لإغلاق الحدود بأسرع وقت. يعني من شرقنا الحبيب إلى الجنوب، حيث اشتكى العاملون بمركز سبها الطبي من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الوباء، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحد من السيطرة على الوضع الصحي بالمدينة. مراسلنا رمضان كرمفودة والتقرير التالي. يشكو العاملون بمركز سبها الطبي من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وكذلك خطة الطوارئ التي اتخذتها إدارة المركز بخصوص تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث أعد المركز خطة طوارئ للعمل تقضي بعدم استقبال أي حالة إلا الحالات الطارئة فقط على أن تكون مصحوبة بمرافق واحد للمريض. طبعا عدم التزام الناس بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا، اتخذ المركز عدة إجراءات ولكن الناس للأسف غير ملتزمين. الزوار منها المرافقين، منها الحالات الباردة، المرضى اللي يعني يعاني من شيء بسيط يجي للمستشفى. إدارة المركز قلصت عدد العناصر الطبية حسب خطة الطوارئ الموضوعة للعمل في الأقسام الطبية من حيث توزيع العناصر الطبية وكذلك دمج بعض الأقسام مع بعضها، فضلا عن تواجد بعض العناصر الطبية التي لم تغادر المركز منذ 23 يوما وهي تعمل. بالنسبة للعناصر الطبية المساعدة متواجدة بعدد قليل، تم تقليص العدد العناصر بتشغيل قسم الجراحة وقسم العظام وقسم الباطنية رجال داخل قسم واحد، وقسم الباطنية رجال نساء، والباطنية الجراحة والباطنية والعظام في قسم واحد. عدم الالتزام بخطة الطوارئ أرهقت الكوادر الطبية، فمتى يعي المواطن إلى خطورة الوضع الوبائي بالمدينة؟ رمضان كرنفودة، WTV سبها. فاصل قصير ونتابع حلقة هنا ليبيا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يعاني أهالي طرابلس من سوء الخدمات المقدمة من الشركة العامة للكهرباء، حيث تراكمت مشاهدينا هذه المشكلة منذ زمن ولم تجد طريقها للحل حتى هذه اللحظة. كاميرا القناة التقت بعض المواطنين حول هذا الموضوع فلنشاهد. حرارة قوية، فما نوع الصغار وفي حاجات في الثلاجة تفسد، فما القلعوات ما تطلع الأبلاد، والحق وضع الضي شنو الايام هذه كيف تشوف؟ يومين ما معقول شوي، امس كل يوم اللي قبل يهرب بتاع 5 ساعات 6 ساعات. والله اضرار لا تعد ولا تحصى. احنا من يومين فاتوا اكثر من 48 ساعه الضي ما جناش، وبعدين يجي تقول العويل يلعب على المفتاح، يعني يشعل ويطفي يشعل ويطفي، وبعدين ينقص 24 ساعة مرة ثانية. وإن شاء الله ربي يفرج على العباد. إن شاء الله، شكرا. يعني في الوقت اللي أكثر طرابلس مقصوص عليها الضي، الخلة ما فيهاش ضي، قصر بغشير ما فيهش ضي، العزيزية ما فيهاش ضي، يعني الأسباب طرح الأحمال، يعني كانوا فيه مصانع وفيه ورش يشتغل توا واقفات، سكان مهجرين، يعني الأسباب ليش. في يوم دايرين لقاء في إذاعة سلام مع مسؤول الإعلام في شركة العمل الكهرباء، كلام غير مقنع، قاعد يهدرز لي على مشاكل 2011 وإحنا في 2020، وتحب تفهم الدوخ كيف ما يقولوا. وإن شاء الله ربي يفرج على العباد. شكرا شكرا. يا ريت والله، شو نحكي لك، الأضرار النفسية كبت على الإنسان، ما معاش عنده حتى كيف يتحمل، ساعة ساعتين ثلاثة، لكن مش 9 و10 ساعات. ولما يجيك يا ريت تجيك بانتظام. الله، احنا هنا ربع ساعة يجي وربع ساعة يريح، تقعد خايف على الأجهزة الكهربائية، تقعد خايف حتى على المميت، معاش عرفنا حتى امتى يجي وامتى يهرب. شو بنقول لك ثاني، كل الناس مكبوتة منا، يعني متضايقة منا على الآخر يعني. شكرا. طبعا الثلاجه والفريز ويشعلوا ويطفوا زي ما تقول الحاجات الكهربائيه كلها سليناها، باهي في يعني هالبضرار من غير هذا. طبعا الثلاجه تاع كل اسبوع بصفيها من اللي فيها دجيجات، فيها حوت، فيها الحمام، تلقاها مرطرط هكي، تسمم، لوحوا الخضره حتى هي تلقاها زي الميه، لوحوا كل اسبوع. فبدينا نشرب صراحه بالتقسيط، ما نكذبش عليك، ما عادش نشري حاجات يعني بالكميه، فشنو نضطروا
تقريبا كل يوم بعد يوم بتطلع بتشري حاجتك، مش زي قبل. قبل نطلع كل 10 ايام مره نعبي فريزي نعبي الثلاجه نقعد في حوشي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد التكوري مدير مكتب الإعلام في الشركة العامة للكهرباء. سيد محمد مرحبا بك في هنا ليبيا. أهلا وسهلا بك وأحيي كل السادة المشاهدين المتتبعين لهذا البرنامج. دعني أبدأ معك وأنقل لك حديث أحد المتحدثين في الاستطلاع الذي قمنا ببثه هذه اللحظة. سؤاله كان يتحدث عن أنه المصانع مغلقة، الشركات مغلقة، لماذا ينقطع تيار الكهرباء اليوم على طرابلس وضواحيها؟ أولا يا أخي العزيز، هو قال يعني أغلب المناطق في جنوب طرابلس ما فيهاش كهرباء، يعني يقصد أن هالناس اللي كانوا في جنوب طرابلس أين ذهبوا؟ ذهبوا بأحمالهم إلى مسكن آخر. يعني الشخص اللي كان مسكن في قصر مشيرة أين ذهب؟ ذهب واستأجر بيت واستعمل كافة الأدوات الكهربائية كما يستعملها في بيته. هذه هي الحقيقة. ثانيا، المصانع أغلب المصانع راهي تعمل. لدينا مصانع الإسمنت في زيتون الخمس تعمل، لم تتوقف. كل المصانع الاستراتيجية راهي تعمل، ما توقفتش. وأغلب الناس راهو مشوا لأحمالهم، يعني اللي في قصر بن غشير ووادي الربيع وعين زارة والمناطق هذوما انتقلوا لأجروا بيت ويستعمل في نفس الأحمال اللي يستعمل فيه في بيته. هذه هي الحقيقة. ما تقوليش لا منطقة مدمرة، ناس هدابوا لمناطق أخرى ويستعملوا في الكهرباء. يعني طيب، اللي مستأجر بيت ما يقدرش يستعمل كهرباء، يستعمل كهرباء. هذا بالنسبة لسؤال المواطن الذي تابعناها قبل قليل. سؤالي لك، يعني لماذا ازدادت وتيرة انقطاعات التيار الكهربائي على العاصمة طرابلس وتحديدا على جنوبها؟ ما الأسباب سيد محمد؟ بارك الله فيك على هذا السؤال. والحقيقة يعني أنا يعني أقدر الناس اللي انقطع عليها الكهرباء بالخمس ساعات والثمان ساعات، يعني من حق أن ما يسمعش الصعوبات والعوائق اللي تعاني منهم الشركة العامة الكهرباء. ولكن الآن أنقل حقيقة ماثلة لكل المهندسين والفنيين اللي في الشركة العامة الكهرباء، وهي أن الشبكة الكهربائية راح تعمل في وضع استثنائي وطاري جدا 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 نتيجة الظروف الآتية. أولا، لدينا محطة الخليج كانت تنتج في 325 ميجا وات، الآن هي خارج الخدمة تماما لأن خطوط النقل تم إصابتها في الاشتباكات الدائرة بسرت. بالإضافة إلى كنا نخدم الشبكة الشرقية حوالي 325، يعني احنا نتكلم الآن على قريب 1000 ميجا وات، هذه كانت في الشبكة الغربية الآن غير موجودة على الإطلاق. لدينا محطة جنوب طرابلس من أصل 7 وحدات تعمل 4 وحدات فقط، وهذه مشكلة تكلمنا عليها مرارا ونشرناها في صفحات التواصل الاجتماعي وعملنا اجتماعات. وهذه سيد محمد هذه مشكلة قديمة ما عندهاش علاقة بالحرب اللي صايرة اليوم. مشكلة قديمة حوالي من سنتين، ولكن لم تحل هذه المشكلة. يعني كل وحدة توليد في محطة جنوب طرابلس يتم تغيير 800 فلتر ويتم شراء بالعملة الصعبة. الشركة العامة الكهرباء كانت تقوم بتغيير هذه الفلاتر كل سنتين، أصبحت الآن تقوم بتغيير هذه الفلاتر كل شهرين. يعني شوفوا المشكلة، من خلال مكب موجود نصل إلى هذه المرحلة. ثاني حاجة، لدينا مشكلة أخرى يعني ربما غير مرئية للمواطن الكريم، وهي راه أن أغلب الدوائر الرئيسية انضربت في جنوب طرابلس. لدينا دائرة واحدة تنقل في الطاقة من محطات الرويس الزاوية جنوب طرابلس إلى مراكز الأحمال في طرابلس وشرق طرابلس، وتكلمنا عليها مرارا في مؤتمرات صحفية. وأحنا ما أعلناش عليها أثناء العدوان، لأن لو أعلننا عليها ممكن ضربت الدائرة دي. نعم. فسكتنا ولم نقل أن راه
الشركة العامة كهربات تنقل من ثلاث محطات من كاو واحد فقط، يعني من دائرة واحدة فقط. بالنسبة للأضرار اللي لحقت اليوم بالمحطات سيد محمد، تساؤل آخر من المواطن حقيقة يقول لك، يعني خلي نكون واضحين، دائما مع قدوم فصلي الصيف والشتاء تحديدا تعاني أغلب المدن من انقطاع التيار الكهربائي، ويصل الأمر انقطاع التيار الكهربائي ل 12 ساعة، وبالتالي لا علاقة لهذه لربما مسألة الأضرار التي لحقت بمحطات توليد الطاقة بهذا الموضوع. كيف تردون على هذا التساؤل سيد محمد؟ هي مشكلة قديمة نعم يا أخي، الأضرار، حتى الأضرار هذه سبب من الأسباب لعلمك، حتى الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب طرابلس أثرت تأثير كبير على الشبكة الكهربائية. يعني لما نتكلم لك على دوائر نقل الطاقة مش مهمة، كيف 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 الشركة العامة الكهرباء تنقل الطاقة من محطات توليد إلى مراكز الأحمال؟ طيب ما الحلول اليوم سيد محمد؟ نعطيك يعني 10 ثواني الحلول. الحلول ولنكن صادقين مع المواطن الكريم، الحلول بعودة الشركات الأجنبية واستكمال المشاريع المتوقفة في غرب طرابلس 1400 ميجاوات، في الخليج 1400 ميجاوات، زويتينا 250 ميجاوات، وباري 640 ميجاوات، تنتهي مشكلة الأحمال. ونعم الحل يكمن برجوع الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في ليبيا. أكتفي معك بهذا القدر، كنت معي محمد التكوري مدير مكتب الأعلام في الشركة العامة للكهرباء، أشكرك على قبولك الدعوة في هنا ليبيا. دخل عمال الشركة العامة للخدمات بالجفرة في إضراب شامل مشاهدين عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم وعدم تجاوب الجهات المسؤولة لمطالباتهم. مراسلنا الزبير العربي والتقرير التالي. مستمرون في العمل بالرغم من ظروفهم الصعبة وانتشار جائحة كورونا، ورغم عدم توفر تأمين صحي يضمن لهم حقهم في العلاج على حساب دولة تنفق الملايين يوميا. فاليوم عمال خدمات النظافة بالجفرة يدخلون مجددا في إضراب شامل عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم وعدم توفر الاحتياجات الخاصة بالعمل. شوف الحالة اللي احنا قاعدين توا 4 شهور ما خلصنا فيه، تو استاق اليوم وقودوا ان احنا مهاجر ونحن عائلات، شو بديل؟ احنا اتفقنا يوميه، لكن اكثر من يوميه، تو 4 شهور مقوله يوميه، شو بديل له؟ لا عندنا ايجاره، لا مصروف، لا حق الصغار، شنو حل هذا؟ مقوله اليوم وبكره بعد بكره، كيف يعني؟ شوف شو بديل؟ لا ملابس، لا كنادره، والله لا استفدنا شيء، لا جوانتيات. شوف القمامات اللي داخل، شوف برا، شوف بلاد داخل كيف نرفع فيهم. لا تزال وزارة الحكم المحلي تتأخر بصرف مخصصات الشركات التابعة لها، وهذا ما يعكس سلبا على عمل هذه الشركات، مما يسبب في تكدس القمامة في الشوارع. وهنا سؤال، إلى متى سيستمر هذا الحال في ظل انتشار هذه الأمراض والأوبئة وارتفاع الأسعار بمختلف الاحتياجات؟ لقناة WTV الزبير العربي، بلدية الجفرة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا منصور مهدي خليفة، رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للخدمات. سيد منصور مرحبا بك في هنا ليبيا. سوف أطرح لك سؤال يعني من شقين، الأول كيف وصلتم لمرحلة الأضراب هذه، والشق الثاني من السؤال ما النتائج التي جنيتموها من هذا الأضراب إلى هذه الساعة؟ أولا السلام عليكم أخي الأستاذ فرج، مرحبا، أهلا بكم في قناتي. طبعا قناة الإضراب اللي حصل في المدة الماضية كان بسبب تأخر المرتبات حوالي 5 أشهر، وكان سبب تأخر من وزارة الحكم المحلي لتحويل المخصصات إلى بلدية الجفرة. طيب الأسبوع الماضي تم تحويل شهرين موظفين وثلاثة أشهر عمالة عارضة، وقمنا ب ممكن نقول أمس كخلص العمال في المكتب والانفصال طبعا عن العمل. طيب هذا بالنسبة لي، يعني كيف وصلتم لمرحلة الإضراب هذه؟ ما النتائج اليوم اللي عندكم اللي حصلتوها من هذا الإضراب؟ طبعا
نتائج الاضراب تسببت في تقليص القمامه في جميع مناطق بلديه الجفره، مما ارهق عاتق الاموال. ولكن نشكر من هذا اذاعتكم، نشكر فرق الامن التطوعي في مدينه الكون وعدان وسوقنا، الحقيقه لهم دور فعال، ولكن ليس بالحل الجذري يعني العمل التطوعي. مش حل بطبيعه، مش حل بطبيعه الحال العمل التطوعي. حتى تحويل مخصص من وزاره الحكم المحلي لم يكن تقييم حق للشركه يعني. طيب. من 400,000 قاموا ب 240,000. هل 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 سيكون هناك يعني خطوات تصعيديه لهذا الاضراب في حال لم تلقون الاجابه التي كنتم تنتظرونها؟ والله اكيد اكيد حيكون خطوات، هناك خطوات اذا لم تقوم الوزاره ب يقول هذه المخترقات. ولكن في حال استمرار سيد منصور يعني فئة كبيرة من المواطنين سوف تتضرر من هذا الإضراب، هل وضعتم ذلك في حسبانكم؟ هو الإضراب الحقيقة يا أستاذ فرج هو اليوم أمس بدأ الشغل من يوم الأحد. قمت الشركة بتخصيص مرتبات العمال 3 أشهر يعني شهر 1 و2 و3. الآن لا يوجد إضراب، والحقيقة يوجد بعض المشاكل في السيولة طبعاً، أنك عارف أن العمال طبعاً عبارة عن يعني أنتم ما بديتوش الإضراب على الأرض. كيف يا أستاذ فرج؟ يعني إضرابكم لربما كان بشكل نظري وليس عملي. لا كان بشكل عملي يعني أضرب العمال حوالي 10 أيام. إيه طيب، المواطن بذلك بيتضرر من هذا الإضراب؟ في فئة كبيرة من المواطنين سوف تتضرر، كيف تقول لي لا ما فيش مضرة في الموضوع هذا يعني؟ لا في مضرة، لكن اقصدك من هل حسابك تقصد الاضراب مستمر او لا؟ ايه الاضراب هذا شق اول من السؤال سالتك قبل شوية. ايه طيب، طبعا عندك 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 اي اضافة سيد منصور قبل ما نختم معك؟ إضافتي نحب التعاون من جميع الحكومات، من الوضع البيئي خطير في حالة أن العمال يضربوا مرة ثانية. طبعا هناك نقص كبير في مخصصات الشركة المستحقة. من 2008 لا توجد أي سيارات لنقل القمامة. نعم. كل يعني سيارات حديثة هالكة. طرق المكبات الحقيقة منتهية. نعم. وصلت من جميع الحكومات. نداءكم ان شاء الله يكون وصل في برنامج هنا ليبيا، وللاسف وصلت معك لختام هذه المداخله. شكرا لك منصور مهدي خليفه رئيس مجلس الاداره بالشركه العامه للخدمات، اعذرني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نكمل ما تبقى من هنا ليبيا، حيث قام رئيس واعضاء مجلس الاداره بشركه سيرت للنفط بزياره موسعه الى الحقول التابعه للشركه، وذلك بهدف مناقشه الملفات المختلفه المتعلقه بالعمليات والخدمات العامه بالحقول. مراسلنا عبد السلام خليفه والتقرير التالي. امتدادا لمتابعة مختلف مواقع شركة سيرت للنفط وعملياتها ونشاطاتها، توجه السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بزيارة موسعة إلى الحقول التابعة للشركة، وذلك بهدف الاطلاع عليها عن كثب ومقابلة العاملين فيها بمختلف مستوياتهم ومناقشة الملفات المختلفة المتعلقة بالعمليات والخدمات العامة بالحقول وغيرها. الزيارة بدت بحقل الاستقلال، حيث تجول الحضور بمواقع الحقل المختلفة، ثم عقد اجتماع تم خلاله مناقشة المشاكل الفنية بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالخدمات. رفقت السادة أعضاء مجلس إدارة والمدراء العموم ومراقب الأمن الصناعي، قمنا بزيارة عمل لحقول شركة سيرت، ابتداء من حقل الاستقلال، حقل الحضيبة، حقل الإرادة وحقل الساحل. الحقيقة الجولة هذه لهدف الوقوف على مشاكل المستخدمين، احتياجاتهم، المشاكل الفنية. العاملين بالحقول الحقيقة شريحة مهمة جدا جدا في الشركة، وعليها مهام كثيرة، ومن واجبنا توفير بيئة عمل مناسبة لهم. حقول شركة سيرت خاصة حقول الغاز هي الحقول الوحيدة العاملة الآن في قطاع النفط، مسؤولة على إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء.
كما جرى خلال زيارة الحقول النفطية لقاء مع بعض المستخدمين أعرضوا خلالها جملة من القضايا والمشاكل المتعلقة بهم، وحظت باستماع ونقاش السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. وفي الختام حي رئيس مجلس الإدارة العاملين بالشركة على تفانيهم وحرصهم والتضحيات التي قدموها في سبيل النهوض بالشركة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. لقناة WTV عبد السلام الزواوي، بريغا. بعيدا عن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، دعونا نتعرف على عصير النخل المعروف لدى الليبيين باللاجبي، وهو عصير لذيذ الطعم، حيث يتم إخراجه من جوف النخيل في عملية شبه جراحية للحفاظ على النخلة من الموت. مراسلنا الزبير العربي والتقرير التالي. مع كل فصل ربيع يتجه المزارع إلى مزرعته ببلدية الجفرة بمدينة هون ليقوم بأعمال عدة كتلقيح النخيل وتنظيفه، وكذلك استخراج عصارة النخيل المعروفة بشراب اللاجبي لدى أبناء هذه المنطقة. عدسة WTV تابعت عملية استخراج اللاجبي خلال مراحل عدة تستمر لثلاثة أشهر. استخراج اللاجبي من النخلة عندنا في بدايه الربيع، فصل الربيع، هو معناها الربيع يخش يا يوم 29، كان سنه كبيسه والله، يوم 28/2، واحنا ديما القتل في شهر ثلاث تبدا النخله دافع الجمار متاعها، ونختار النخله اللي تكون مش حايله. النخله الحايله هذه ما تجيب اللاجبي، معناها جمارتها فاضيه ما فيها شيء، ضروري ناخذ النخله الرويانه. ليست كل أصناف النخيل تعد جيدة لاستخراج اللاجبي، وهنا الأستاذ مصباح المهدي الخير يوضح لنا ذلك. هون عندنا الأبل، وعندنا البستيان، وعندنا الخزعل، وعندنا الربي، في أنواع من النخيل تجيب اللاجبي، وفي بعض النخيل اللي ما يجيبش. تو ديما النخلة اللي ضربتها مرخية شوية أحسن من النخلة اللي جاية فوق، عرفت، مثل زي الدقلة وزي التغيات وبعض النخيل الثاني. فلهذا تو احنا عندنا أحسن حاجة هو الأبل. للاجبي عدة خاصة يجب أن تكون عادة جاهزة ونظيفة كي لا تساهم في قتل هذه النخلة. نبدأ في القتل، نعد العدة الأولى، نجيب هذاك الفاس ونمضوه مضبوط بالمبرد، ونجيب هذاك الكتبية اللي نقولها الحسانة ونمضوه حتى هي نفس الشيء بالميلق، مش بالمبرد، عندها مسن خاص نسنه فيه بالماء والرمل، باش يبدأ حادة، ضروري تكون حادة، كما حولت الشعر من ذراعي ما نرجع نحسن بها، ضروري تكون ماضية نفس العدة هذه، ضروري تكون كأنك أنت بتدير عملية للبنادم، ضروري تكون عدة خاصة وقاطعة وتبعد عن عملية المشتقات البترول، كان نشط البترول تأثر على الجمارة وتموت الجمارة. للاجبي فوائد صحية كثيرة، حيث يهتم المزارع بعملية استخراجه لكونه يتحصل منه على خل النخيل، ويعد شراب اللاجبي وجبة إفطار رئيسية يقوم المزارع بتنزيلها فجر كل يوم ليبدأ نهارا مليئا بالطاقة والحيوية. لقناة WTV الزبير العربي، مزرعة الأستاذ مصباح الخير بمدينة هون. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. إلى اللقاء.